بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ربنا سبحانه وتعالى قال لك اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، بمعنى عشان خاطر تبقى واخد بالك او اوضحها يا جماعه، احنا مش ملائكه تمام، ومحدش وصى على حد، وكل واحد هيتحاسب لوحده، كل واحد هيتحاسب لوحده. ففي الاول وفي الاخر ركز مع نفسك وركز مع حياتك، لان انت لو شغلت بالك بالناس هتفضل واقف مكانك. الرزق مكتوب والسعاده مكتوبه، وفي الاول وفي الاخر ده بايد ربنا سبحانه وتعالى مش بايدك انت بس. عندك حق مليون في الميه. حسب ما انا فهمت ده ليه علاقه بالحديث على امورك الشخصيه اللي حصل على السوشيال ميديا الفتره دي. عموما والله خلي بالك والله العظيم شفت اللي حصل ده كله والله ما هزلش عرايا، لان في الاول وفي الاخر انت بتحسبها، انت عملت الصح ولا الغلط يا اكرم. انا برجع عاتب نفسي، او انا مش مستنيك تيجي تقول لي انا عملت الصح، سواء انت قبلت ما قبلتش، عرفنا دي حياتي انا وانا حر فيها. وفي الاول وفي الاخر هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كاتب لكل واحد اللي بيحصل في حياته.